الدكتور رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة صرح بأنه تم رفع 33 عداد كهرباء لوحدات مخالفة للنشاط السكاني في حي جنوب الأكاديمية في التجمع الخامس، بجانب تنظيم حملة لمصادرة تروسيكلات وعربيات كارو اللي هي النبيشة، الولاد اللي بينزلوا ينبشوا في القمامة، بالإضافة إلى تنظيم حملة لإزالة الإشغالات في منطقة المستثمرين الجنوبية برضو في التجمع. وقال الحقيقة أنه يعني في حملات إحنا قاعدين بنواصل العمل عليها عشان نزيل جميع أشكال المخالفات والإشغالات، وده تنفيذا للقانون، وعشان نحافظ كمان على المظهر الجمالي للمدينة ونمنع من ظهور أي عشوائيات فيها. وهذه الحملات الحقيقة مهمة جدا، وأنا لسه مبارح كنت بتكلم على حضراتكم لما كنا بنتكلم مع على قرار رئاسة الوزراء بمنع أو بحظر سير النقل على الدائري من 6 مساء وحتى 12 ظهرا، كنت من 6 صباحا وحتى 12 ظهرا، كنت لسه بقول لحضراتكم مبارح أنه الأهم من القرار هو تطبيق القرار. خلونا ناخد هاتفيا زميلنا الكاتب الصحفي الأستاذ هاني يونس والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان. يا أهلا بيك يا أستاذ هاني. أهلا أستاذ زميلنا، إزي حضرتك يا فندم؟ تحياتي يا فندم لحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بيطرح بالفعل أو طرح أعمال رفع المخالفات كمية 500 ألف متر مكعب في التجمع قيمة 7 مليون جنيه. أنا عايز أعرف من حضرتك يا فندم إيه الحملات وإيه النشاط اللي بنقوم بيه في التجمع حتى لو في مناطق معينة بدين بيها، لأنه أكيد مش هنبدأ بالتجمع كله، وفكرة أن أنا أطبق القانون أزيل المخالفات وفي نفس الوقت برضو أمنع أي ظواهر يعني المخلفات الرتش الحاجات اللي بتترمي. إيه شغالين على إيه يا فندم في التجمع في الفترة دي؟ إحنا يا فندم شغالين مش بس في القاهرة الجديدة ولكن في كل المدن الجديدة. إحنا بنحاول نعيد الانضباط مرة أخرى للمدن وتطبيق القانون ونثبت إن الدولة حاضرة. إحنا تعرضنا في فترة الإبلاج الأمني لعقاب ثورة 25 يناير لعدد كبير جدا من مخالفات البناء، سواء الناس اللي بيبنوا أدوار مخالفة أو الناس اللي بيغيروا أنشطة المباني السكنية إلى مباني تجارية أو إدارية. الحمد لله دلوقتي في فترة استقرار والدولة حاضرة وتطبيق القانون على قدم وساق في كل المدن الجديدة. إحنا أعلنا منذ فترة إنها تتم شن عدد من الحملات المكبرة بالتعاون ما بين أجهزة المدن الجديدة وشرطة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك الأقسام الشرطة المختصة في كل مدينة لإزالة المخالفات ديت ورفع العدادات الكهرباء على المباني المخالفة، وكذلك غلق المحلات اللي هي تم تأهيل نشاطها بعد ما كانت سكنة تحولت لتجاري أو إداري. الحمد لله الفترة الأخيرة عملنا حملات كتيرة جدا في كل المدن الجديدة ومستمرين في الحملات دي عشان زي ما حضرتك قلتي ما تنتقلش للمدن الجديدة ظواهر العشوائية اللي موجودة في بعض الأحياء والمدن القديمة، وفي نفس الوقت نحافظ على المظهر الجمالي والحضاري لهذه المدن، وفي نفس الوقت نعيد الانضباط للشارع المصري خاصة في المدن الجديدة اللي الحمد لله بتتمتع بتخطيط حضاري وبتنسيق للمواقع المختلفة. الحملات دي مستمرة، احنا كل مخالف بنقول له احنا جايين لك، انتظرنا الحملات جاية لك، يا اما تسيل مخالفتك بنفسك او ترجع النشاط السكني اللي كان للعقار اللي حضرتك حولته لتجاري او اداري، والا سيتم ازالته ورفع العداد من الوحده السكنيه ديت اللي تحولت لنشاط تجاري او اداري. ده مستمر في جميع المدن الجديده، عندنا حملات يوميه في كل المدن الجديده مش بس القاهره الجديده. ممكن النهارده احنا نشرنا القاهره الجديده، الاسبوع اللي فات نشرنا برج العرب الجديده، الاسبوع اللي قبله نشرنا في اكتوبر، ومستمرين عندنا حملات زي ما بقول يوميه في كل المدن الجديده. بالنسبه بقى للخبر اللي حضرتك قلتيه الثاني، وده خبر مهم جدا، ان شاء الله من يوم 15 سبتمبر الجاري هيبدا تطبيق قرار رئيس الوزراء اللي هو منع سير مركبات النقل على الطريق الدائري من 6 صباحا وحتى 12 مساء، يعني هم يسيروا فقط 12 بالليل من نص الليل 12 ظهرا يا استاذ هاني مش كده؟ لا، من 6 صباحا حتى 12 مساء، يعني 12 بالليل صباحا، يعني بقى بالليل الوقت ده كله ما يسيروش فيه على الطريق الدائري، انما يمشوا بقى من نص الليل لحد الساعة 6 صباحا، وقدامهم الطريق الدائري الاقليمي هو دلوقتي شغال 24 ساعة ممكن هم يستخدموه، اما الطريق الدائري العادي هيمنع فيه السير ويبقى فيه مخالفات وعقوبات. والنهارده اعلنت وزارة الداخلية انها هتطبق القرار ده بداية من 15 سبتمبر ان شاء الله، وهيكون فيه عقوبات وغرامات لاي عربية مخالفة.
طب استاذ هاني، انا امبارح كنت بتكلم بقول انه كنا من سنتين تقريبا سمعنا برضو او اتقال انه الدوله برضو قررت انها هتحظر منع سير النقل، كان فيه كذا حادثه حصلوا وارواح كتيره راحت، فالنقل مش هيمشي برضو على الدائري في اوقات معينه، ومع ذلك كنا بننزل حتى كلنا بنطلع على الدائري في الاوقات دي، بنصور بكاميرات الموبايلز بتاعتنا انه لا الدائري موجود، النقل موجود على الدائري. نضمن ازاي يا فندم انه المره دي الموضوع جد الجد بقى؟ يعني المره دي جد الجد، لان احنا اوجدنا خلاص الطريق بديل للطريق الدائري اللي هو الدائري الاقليمي اللي هيتم افتتاح الجزء الاخير فيه الاسبوع القادم ان شاء الله بتشكيل نيابه الرئيس. وكمان احنا زي ما قلت بشويه الدوله اصبحت حاضره دلوقتي، وهيبه القانون حاضره، واصبح في استقرار الحمد لله، وما فيش دلوقتي ما يمنع ان احنا ما نطبقش القرار ده، وهتكون في تعاون ما بين الشرطه العسكريه كمان والشرطه المدنيه في تطبيق القانون. ورئيس الوزراء عقد اجتماع الاسبوع اللي فات ما بين عدد من الجهات المختلفه عشان نضمن التنسيق ما بين الجهات دي في تطبيق القانون. وزي ما قلت دلوقتي عندهم بديل هو اللي ممكن يستخدموه الدائري الاقليمي. الدائري الاقليمي وهنطبق يعني احنا مش هنعطل مصالحهم ولا حاجه، احنا بس بالضبط. كل ما في الموضوع بنقول لهم لا الملاكي هو اللي هيمشي على الطريق ده في الاوقات دي، وانتوا عندكم البديل. بالظبط يا فندم، لان احنا كفايه بقى الارواح اللي ذهبت الفترة اللي فاتت، ولازم نضمن ده مع دخول العام الدراسي الجديد والمدارس هتبدأ إن شاء الله، يبقى لازم يبقى في انضباط في الطريق الدائري عشان نحمي الأرواح اللي كل يوم بتصير أعداد رهيبة على الطريق الدائري. وطبعا الطريق الدائري الإقليمي هيكون بديل لمن يريد من مرتادي سيارات النقل. بشكرك جزيل الشكر الأستاذ هاني يونس زميلنا الصحفي والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ده كان توضيح مهم جدا، لأنه زي ما قلت الخبر اللي هو